للمزيد حول هذا الأمر ينضم إلينا مراسلنا في لندن الزميل محمد فنيش. محمد أهلا بك. إذن وأخيرا أنباء طيبة عن اللقاح، وأيضا وزير من أصل عراقي من سيتولى مهمة الإشراف على عملية التوزيع. نعم زميل علاء، وزير الأعمال والصناعة السابق ناظم الزهاوي يكون اليوم أو يعين اليوم من طرف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعين وزير لقاح كوفيد 19 إنجاز هذا الوصف أو الإشراف على عملية اللقاح بصفتي وزير، والتنسيق مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. ناظم الزهاوي من مواليد العراق، من عائلة كردية، من مواليد 2 يونيو من عام 1967. غادر العراق عام 1976 وهو في 9 سنوات. تولى أول مهمة داخل البرلمان باعتباره نائبا برلمانيا عام 2010. تسلق عدة مناصب داخل حكومة المحافظين. آخر منصب كان وزير الأعمال والصناعة، مشهود له بالكفاءة، خريج جامعة لندن، معروف داخل حزب المحافظين بأفكاره وبتأثيره وبمؤهلاته العلمية. لقاح كوفيد 19 الذي يشرف عليه ناظم الزهاوي سيبدأ في التفعيل في 7 من ديسمبر إذا ما وافقت هيئة مراقبة الأدوية على ذلك، وبالتالي الخطة سيبدأ اللقاح على كبار السن من 80 عاما فما فوق، وكذلك موظفي قطاع الصحة بما في ذلك الممرضين والأطباء والموظفون كذلك في دور الرعاية، وكذلك من يعانون من ارتفاع في الوزن، وبالتالي تعطى الأولوية لكل من هم في يشكل عليهم فيروس كوفيد 19 خطورة. وبالتالي الحكومة أعلنت أنها عقدت اتفاق مع جامعة أوكسفورد ومع شركة صنع اللقاح التي تنسق مع جامعة أوكسفورد باتفاق ل 100 مليون لقاح، وبالتالي يبدو أن الحكومة البريطانية عازمة في البدء في تفعيل اللقاح. لابد أن نشير كذلك أنه اليوم مثلا عدد الإصابات في المملكة المتحدة 15,000 إصابة، 15,871 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة. عدد الوفيات بسبب فيروس كوفيد 19 بلغ 479 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. شكرا لك مراسلنا في لندن محمد فنيش.